بعد مضي 3 أشهر من حملة حماة الحمال مخصصة لجمع تبرعات للأمنيين ضحايا العمليات الإرهابية، لم تتمكن بعد جمعية ناس الخير من الوصول إلى المبلغ المحدد حسب الترخيص واللي يبلغ قيمته 3 مليارات. ولذلك فإن جمعية ناس الخير ستنظر إما في طلب تجديد الترخيص لبلوغ المبلغ المراد أو الاكتفاء بقيمة التبرعات اللي جمعتها وصرفها بالتساوي بين الأمنيين والعسكريين. بالنسبة للمبلغ اللي جمعته معناتها هي جمعته لغاية معينة، دونك تنجم معناتها، لكن 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 هي عاملة سقف يعني بثلاثة مليارات حسب الترخيص، 3 ملايين دينار، وعندها وعود في الحصة التلفزية يعني بحوالي 1 مليار، ومبلغ معناتها زاد شوية بعد 1 مليار، ولكن هي في مبلغ معناتها أقل منه يمكن ياسر نجم نعبر عليه بالنصف ولا أكثر شوية، يعني ما زال يعني الرؤية ما هيش واضحة تماما. يعني هذا الجمعية هي تقدر هل ترى أنها تصرف المبلغ هذا وتواصل الحملة متاعها، أو تستنى معناتها أنها تبلغ السقف متاعها في في المبلغ اللي قدرته للشيء هذا. أكيد معناتها العباد معناتها وقت اللي يسمع اللي فما حملة باش تكون النتيجة متاعها معناتها الفايت وما يراش ما يعرفش اللي فما ضوابط وفما إجراءات معناتها قانونية الجمعية هي عملتها، وهذا شيء تطوعي وعملتها باش توصل للنتيجة هذه، دونك ماهيش باش توصل للنتيجة هذه ثم تتراجع، لا، ولكنها قدام إشكاليتين تطلب تجديد للترخيص اللي تحصلت عليه، أو تصرف المبلغ هذا وتكتفي بالمبلغ هذا والحال انها ما زالت ما وصلتش للسقف اللي قدرته. هذايا ان شاء الله نشوفوه بين معناتها هنا مصالح معناتها رئاسة الحكومة المعنية بالمجال هذايا وبين الجمعية والقناة. حملة حماة الحماية هي حملة وطنية للتبرع من أجل دعم قوات الأمن الوطني بالتجهيزات في معركة تونس ضد الإرهاب والجريمة، والوقوف إلى جانب عائلات الشهداء من رجال الأمن والحرس والجيش.